السلام عليكم ورحمة الله متابعي قناة هاي سبورت الكرام، ومرحبا بكم في فيديو جديد اليوم. هناك الكثير من الأمور في عالم كرة القدم تجعلك تضحك بسبب غباء لاعب قام بعملها أو حارس مرمى أخطأ بشكل غريب، ولذا في هذا الفيديو سنشاهد ونستمتع معا ببعض من الأخطاء المضحكة والغريبة في عالم كرة القدم. لنبدأ. السلام عليكم متابعي قناة هاي سبور الأعزاء. في هذه اللقطة لنتابع سوء التفاهم الذي حدث، فبعد أن وصلت الكرة إلى الحارس مررها إلى زميله، ولكن كان مضغوطا عليه ليتم إرجاع الكرة إلى المدافع، وبهذا الشكل تقدم الحارس والمدافع نحو الكرة ليقوما بهذه الطريقة بتسليمها للاعب الخصم الذي أودعها في الشباك بكل سلاسة. شاهدوا سوء التفاهم وماذا فعل. تم تعريض هذه الكرة، فيمكنكم أن تشاهدوا كيف قام الحارس بالخروج ليتصداها فترتد إلى هذا اللاعب والذي قام برأسه بوضع الكرة في المرمى، ولكن قبل ذلك ارتطمت بقدم هذا المدافع ودخلت هدفا إلى الشباك. كرة من الركنية تصل على رأس هذا اللاعب وكانت خارج الملعب لا محالة لولا أن ارتطمت بقدم هذا المدافع المسكين لتدخل الكرة بنيران صديقة إلى الشباك بهذا الشكل. تمريرة خاطئة من هذا المدافع نحو زميله، لكن لاعب الخصم قرأ الكرة ليتقدم بهذه الطريقة، ويخطئ حارس المرمى الغبي الآخر بعدم تغطية هذا الجزء من مرماه ليسجل لاعب الخصم الكرة به. تابعوا سرعة هذا المهاجم والذي سبق مدافع مانشستر يونايتد وتقدم بهذه الكرة أمام أونانا الذي سقط بهذه الطريقة من أمام لاعب الخصم ليودع الأخير بكل سهولة الكرة في الشباك. لنتابع هذا الخطأ من حارس شتوتغارد، إذ وصلت إليه الكرة من المدافع ليقوم بتسديدها وضغط عليه لاعب الخصم لترتطم به الكرة وتدخل هدفا في الشباك. كرة رائعة تصل على رأس اللاعب كاسيميرو، فيمكنكم أن تشاهدوا كيف أضاعها خارج الملعب. هنا في مباراة اليوتيوبرز وصلت الكرة إلى الحارس ثم أفلتت منه ولكنه أمسكها، ولكن دخل بجسمه والكرة إلى داخل خط المرمى ليتم احتساب هدف ضد فريقه. تابعوا هذه الكرة والتي تم تنفيذها من الركنية ليمسكها الحارس، ولكن عندما نزل ارتطمت يده بكتف اللاعب فأفلتت الكرة منه، فتابعوا لاعب الخصم كيف أودعها في الشباك. في هذه اللقطة وصلت الكرة إلى رونالد أروخو ليقوم بإمساكها وظن أنها خارج الملعب، وهنا احتسبت عليه لمسة يد بهذا الشكل الغبي. هذا الحارس أوقف هذه التسديدة القوية، لكن تابعوا كيف أفلتت منه الكرة ولم يعرف الحارس أين ذهبت، ليستغل لاعب الخصم هذا الأمر ويتقدم فيودع الكرة في الشباك. لنشاهد هذا الخطأ من حارس المرمى، إذ قام بقطع الكرة ولكنها رجعت مجددا إلى لاعب الخصم الذي كان أمام الشباك الفارغة فأودع الكرة في المرمى. وصلت الكرة إلى هاري ماجواير فقام بإعطائها إلى لاعب الخصم ليتقدم لاعب الخصم بهذه المرتدة السريعة ويتمكن من تسجيل هذا الهدف في شباك مانشستر يونايتد. مجهود رائع من هذا اللاعب الكبير. في هذه اللقطة تابعوا كيف سقطت هذه اللاعبة فوق لاعبة الخصم، ثم عندما وقفت قامت بالدوس عليها بهذه الطريقة وإصابتها كما تشاهدون. حسنا، إنها حركة غير أخلاقية تطلبت بالفعل البطاقة الحمراء. تقدم هذا اللاعب ولكن الحارس تمكن من قطع الكرة وإهدائها إلى لاعب الخصم الذي كان في الأمام ليقوم الأخير بإيداع الكرة في الشباك مباشرة. تقدم هذا اللاعب وقام بإيداع الكرة على يسار الحارس بتمريرة أو تسديدة مميزة، لكن تابعوا بسبب الطين الموجود أمام المرمى كيف وقفت الكرة بهذا الشكل ليضيع هذا الهدف. هذا اللاعب من وسط الملعب أرسل كرة رائعة واستثنائية بعد خطأ في التمرير ليقوم بمفاجأة الحارس أونانا، وليس مفاجأته فقط بل أسقطه بموقف محرج للغاية بهذا الهدف المميز والاستثنائي.
تقدم هذا اللاعب وقام بتعريض الكرة، لكن الكرة ترتطم بقدم المدافع وترتد من فوق حارس المرمى الذي لم يستطع إمساكها لتدخل هدفا في الشباك. لنتابع في مباراة ريال مدريد الودية ضد إسي ميلان كيف تقدم اللاعب فالفيردي، ومن هذا المكان سدد كرة قوية وكانت سهلة لحارس المرمى لكنها أفلتت من بين يديه ودخلت إلى الشباك هدفا. تمريرة رائعة على طبق من ذهب يقدمها هذا اللاعب إلى زميله أمام الشباك الفارغة وبعد خروج حارس المرمى، لكن تابعوا لاعب مانشستر يونايتد وكيف أضاع هذه الكرة السهلة بهذا الشكل الغبي. تقدم هذا اللاعب على مشارف منطقة الجزاء، سدد هذه الكرة المقوسة بشكل رائع لترتطم بالقائم الأيسر ثم بظهر حارس إيفرتون لتدخل الكرة في الشباك بشكل غريب. هذا اللاعب تعرقل، ولكنه عندما سقط أمسى الكرة بيده ليعطيه الحكم البطاقة الصفراء الثانية ويطرده بالبطاقة الحمراء على هذا الفعل. تمريرة رائعة تصل إلى هذا اللاعب فيقوم بتمريرها إلى زميله في الأمام، فتابعوا كيف قام الأخير بوضع الكرة أو محاولة تسديد الكرة لترتطم بالقائم الأيسر ثم بقدم هذا المدافع المسكين وتدخل هدفا في الشباك. في هذه اللقطة أرجع هذا المدافع الكرة برأسه لحارس المرمى، ولكن تابعوا كيف أفلتت الكرة من بين يدي الحارس ليتقدم لاعب الخصم وعلى طبق من ذهب يوضع الكرة في الشباك هدفا. هذا المدافع أرجع الكرة للحارس، لكن الكرة كانت بطيئة أو ارتطمت بزميله ليتقدم لاعب الخصم ويقوم باستغلال هذه الفرصة ويوضع الكرة في المرمى. وصلت الكرة إلى اللاعب رودريجو ليقوم الأخير بعمل هذه المقصية ويضيع هذه الكرة خارج الملعب. تابعوا كرة لاعب أتلتيك بلباو وبرأسية مميزة كيف أودعها في الشباك، لكن الحظ أن الكرة ارتطمت بالعارضة وذهبت بهذا الشكل بعيدا. يتقدم اللاعب هاريكين وجها لوجه أمام حارس المرمى بعد أن وصلته الكرة بطريقة دراماتيكية ليقوم الأخير بتسديدها، ولكن قدم حارس المرمى كانت لها الغلبة. تابعوا هذا المدافع الذي أخذ يتلاعب بالكرة ليقوم لاعب الخصم باختطافها منه بعد أن فقدها بهذا الشكل وتقدم ليودعها هدفا في الشباك. وصلت الكرة إلى الحارس فعطاها إلى زميله، لكن تم الضغط عليه، فركزوا كيف تم استخلاص الكرة منه ليسقط أرضا، فيتقدم لاعب الخصم ويتمكن من بناء هجمة سريعة ليودع منها هذه الكرة في الشباك. وصلت الكرة إلى هذا الحارس وكان يمكن أن يمسكها لولا أن ارتطمت قليلا بقدم زميله لتتوجه بهذا الشكل إلى الشباك هدفا. تقدم هذا اللاعب ومن مكانه قام بتعريض الكرة، فتابعوا كيف ارتطمت بقدم هذا المدافع ودخلت الشباك بنيران صديقة. فتابعوا كيف لم يتمكن أحد من إمساكها سوى الحارس الذي ضربها بيده لتدخل في شباكه بهذا الشكل الصادم والغريب. تابعوا هذه التمريرة التي وصلت من هذا اللاعب إلى زميله ليتقدم إيميليانو مارتينيز، لكنه ينزلق وبعد ذلك يقف فيجد الكرة في شباكه. أحيانا يتغاب اللاعبون ويظنون أن تسديداتهم ستكون في الزاوية 90، كهذا اللاعب الذي سدد الكرة إلى خارج الملعب بطريقة غبية. تابعوا هذه الكرة التي وصلت إلى لاعب بايرن بعد أن ارتدت من دفاع مانشستر يونايتد ليقوم الأخير بتسديدها، لكن الحارس أونانا هنا يبدع بغبائه بوضع الكرة في شباكه بهذا الشكل. يمكنكم أن تشاهدوا هذه الكرة الغريبة والتي علت حارس المرمى، وبعد ذلك أتى هذا المدافع لمحاولة إبعادها، ولكن الكرة ارتطمت بالعارضة ثم ارتطمت بيده بالخطأ ليتلقى اللاعب البطاقة الحمراء على هذا الفعل الذي يبدو مقصودا. تقدم لياو وبطريقة رائعة أسقط جميع المدافعين، ولكن حاول أن يضرب الكرة بالكعب ليسجل هدفا رائعا، لكنه سقط ولمست الكرة بيده بهذه الطريقة. هذا الحارس خرج من مرماه ليبعد الكرة، لكن تسديدته لم تكن بعيدة بما يكفي فوصلت إلى هذا اللاعب الذي قام من منتصف الملعب بتسديدها ليحرزها هدفا في الشباك، مستغلا تقدم حارس الخصم بشكل مبالغ فيه.
هذا الحارس غبي للغاية، إذ وصلت إليه الكرة فحاول إمساكها لكنها أفلتت منه، فتابعوا لاعب الخصم الذي كان قريبا كيف أودع الكرة بسرعة داخل الشباك. حارس بارما هنا كان غبيا بما فيه الكفاية حتى يتأخر كل هذا الوقت بإبعاد الكرة، وفي النهاية تعرقل بهذه الطريقة ليقوم لاعب الخصم باستغلال هذه الفرصة، ومباشرة أودع الكرة من أسفل حارس المرمى هدفا في الشباك. هذا الحارس صحيح أنه أخطأ، لكن يبدو أنه أصيب، فتابعوا كيف حاول إمساك الكرة لكنه أفلتت منه، وبسبب الإصابة لم يتداركها، ليقوم لاعب الخصم باستغلال الأمر ومباشرة يوضعون الكرة داخل المرمى. هذا الحارس أفلتت منه الكرة، وبجانبه لاعب الخصم الذي مباشرة اختطف الكرة وحاول وضعها في الشباك، وكانت ستكون هدفا، لكن للأسف مرت الكرة من أعلى القائم. تم تسديد هذه الكرة على حارس المرمى، فتابعوا جيدا كيف ارتطمت بالعارضة ثم وصلت إلى هذا اللاعب الذي قام بتسديدها بشكل قوي، ليتصدىها حارس المرمى بعجوبة، فتأتي إلى هذا المدافع الذي حاول إبعادها وإخراجها من أمام الشباك، لكنه أدخلها في شباك فريقه هدفا. لنشاهد هنا كريم بنزيما وكيف دفع الحارس دوناروما الذي بدوره حاول أن يقوم بتمرير الكرة، لكن فينيسيوس سبقه إلى الكرة ليمررها إلى كريم الذي أودعها في الشباك مباشرة. في هذه اللقطة بإمكانكم أن تتابعوا كيف سدد حارس مانشستر يونايتد هذه الكرة لترتطم بقدم لاعب الخصم وترتد هدفا إلى الشباك. تقدم لاعب مانشستر مستغلا هذا الخطأ من حارس المرمى ليقوم ومن أمام الشباك الفارغة بتسديد الكرة لترتطم بهذه الطريقة بالقائم الأيمن. لنتابع فينيسيوس جونيور وكيف اخترق الدفاع بمراوغات رائعة، وفي النهاية الكرة كانت خارج الملعب. سدد مانويل نوير هنا هذه الكرة من منتصف الملعب لتصل إلى لاعب فياريال الذي قام بقطعها، ومن منتصف الملعب سدد الكرة، لكن نوير هنا كان محظوظا للغاية لأن الكرة كانت خارج الملعب. لنتابع كيف وصلت الكرة إلى حارس ليفربول لكنها أفلتت منه بهذه الطريقة، ليضربها لاعب الخصم فتتجه الكرة نحو الشباك، ولكن تم إسقاط اللاعب ليتم احتساب ركلة جزاء. خروج خاطئ لحارس المرمى، فبإمكانكم أن تتابعوا هنا كيف قام بإرجاع الكرة إلى الخلف بدلا من إبعادها إلى الأمام، ليقوم لاعب الخصم باللحاق على الكرة بسرعة وإيداعها في الشباك هدفا. هذا الحارس أعطى الكرة إلى زميله فأرجعها إليه، وقام بتضييق الخناق على حارس المرمى ليقوم اللاعب بتسجيل الكرة في الشباك بعد أن قطع الكرة من حارس المرمى بهذا الشكل. هذا الحارس تقدم ليبعد الكرة على الأقل أو يقوم بتسديدها، لكنه للأسف تعرقل ليقوم لاعب الخصم بسرعة باستغلال الفرصة ووضع الكرة في الشباك. هنا اللاعب مواتينغ قام بلعب دور المدافع بشكل مثالي، ولكن عن الفريق الخصم، إذ كانت كرة زميله في الشباك لا محالة، لكنه أوقفها بهذه الطريقة على الخط تماما. لنشاهدون لاعب فورنتينا وكيف قام بتسجيل هدف في شباك فريقه بنيران صديقة، فبعد أن ارتطمت الكرة من رأس هذا اللاعب إلى العارضة، شاهدوا كيف ارتطمت بمدافع فيولا لتدخل الكرة في الشباك. تقدم هذا اللاعب بانفراد وما إن وصل إلى داخل منطقة الجزاء، حتى قام بطريقة رائعة بمراوغة الحارس وحاول الالتفاف ليقوم بوضع الكرة في المرمى، ولكنه أصيب بعد أن وقف على قدمه الثابتة. حارس المرمى هذا كان غبيا، إذ سدد هذه الكرة لترتطم بهذا الشكل بزميله الذي كان واقفا أمامه، ليقوم لاعب الخصم بسرعة باستغلال هذه الفرصة، ولكنهم أسقطوه ليتحصل الأخير على ركلة جزاء، بينما الحارس تلقى بطاقة صفراء. تمت مباغتة حارس المرمى بهذه الكرة الرائعة من الركنية والتي التفت نحو الشباك هدفا ولا أروع. هذا الحارس خرج من مرماه ولم يكن بيده حيلة سوى أن يمسك الكرة بعد أن تعرقل بهذه الطريقة كما ترون، وإثر إمساكه الكرة خارج منطقة الجزاء بيديه تلقى البطاقة الحمراء. لنشاهد هذا الخطأ من لاعب يوفنتوس وكيف أرجع الكرة إلى حارس المرمى،
ليتم الضغط عليه من قبل لاعب بورتو الذي أودع الكرة في الشباك مباشرة. إنسو فاتي كان غبيا في هذه اللقطة، إذ وصلت إليه الكرة وبدلا من أن يقوم بتمريرها قام بإضاعتها بالاستعراض بهذه الطريقة الغبية، فأفقد المدرب صوابه. تقدم دي بروين وأرسل كرة زاحفة إلى اللاعب لوكاكو أمام الشباك الذي حاول الاستعراض بتسجيل كرة بالكعب، لكن للأسف ارتطمت الكرة بكلتا قدميه وخرجت من الملعب. تابعوا هذه التمريرة كيف وصلت إلى اللاعب الكون أغويرو ليقوم الأخير بتسديدها خارج الملعب بعد أن كانت هدفا محققا في الشباك. خروج خاطئ من مانويل نوير جعل هذا اللاعب يمسك الكرة بسهولة ويتقدم إلى الشباك الفارغة ويودع الكرة بالمرمى بطريقة سهلة ورائعة، وذلك بعد أن اجتمع عليه المدافعون. خطأ فادح من حارس تشيلسي فأرجع الكرة إلى لاعب مانشستر يونايتد، وبدلا من تمريرها قام بتسليمها مرة أخرى إلى حارس تشيلسي. تقدم هنا فرناندو توريس وبشكل إبداعي قام بمراوغة حارس المرمى ومن ثم سدد الكرة خارج الملعب. هذا الحارس وصلت إليه الكرة فراوغ لاعب الخصم، ولكن عند انطلاقه أطال الكرة على نفسه، يقوم اللاعب الآخر باختطافها منه ومباشرة قام بمراوغة الحارس وأودع الكرة في الشباك. هنا اللاعب كومان أطال على نفسه هذه الكرة، فتابعوا كيف تعرقل في النهاية لوحده وخرجت الكرة من الملعب. تم تنفيذ هذه الركنية، فتابعوا كيف ارتطمت بكتف الحارس ودخلت إلى الشباك. إنه خطأ غبي حقا. تصل الكرة إلى ساديو ماني أمام الشباك الفارغة، فتابعوا كيف أضاع هذه الكرة بتسديدها خارج الملعب. تابعوا هذا الخطأ الفادح من الحارس تشيزني والذي تم الضغط عليه ليسدد الكرة، فترتطم بقدم لاعب الخصم وتأتي إلى هذا اللاعب الذي كان بالجانب ليقوم بوضع الكرة مباشرة في شباك يوفنتوس. خرج هذا الحارس ليتصدى الانفراد وحاول مرة أخرى إبعاد الكرة، لكنها وصلت إلى لاعب الخصم الذي سددها أو حاول تسديدها من فوق الحارس، لكن الحارس أمسكها فأفلتت من يديه ليقوم لاعب الخصم الذي بخلفه باستلامها وإيداعها هدفا في الشباك. خطأ فادح من حارس أرسنال كلفه هدف، فتابعوا كيف مرت الكرة بين أقدامه نحو الشباك بهذا الشكل. تقدم هذا اللاعب وأخذ الكرة من أمام الحارس وسددها لترتطم بالقائم الأيسر وتعود إلى زميله بالخلف ليقوم بتسديد الكرة نحو الشباك، فترتطم الكرة بأقدام الحكم وتخرج من الملعب. وصلت الكرة إلى لاعب أرسنال داخل منطقة الجزاء، فتابعوا كيف حاول المراوغة ثم مرر الكرة إلى أوباميانغ الذي كان متسللا، ولو أنه لم يلمس الكرة لتم احتسابها هدفا بالفعل. لنشاهد معا هذا الخطأ من دفاع ليفربول، إذ حاول حارس ليفربول إرجاع الكرة إلى زميله فترتطم في فينيسيوس وتدخل هدفا إلى الشباك بهذا الشكل. لنتابع ليفاندوفسكي هنا وكيف في المرة الأولى ضرب الكرة فترتطم بالأرض ثم بالعارضة فترتد إليه ليقوم بتسديدها مرة أخرى برأسه، فترتطم الكرة بالعارضة بهذا الشكل الغريب للغاية. لنشاهد هذا الخطأ الغبي من فران والذي أرجع الكرة بالرأس إلى حارس المرمى، ليقوم جابرييل خيسوس باستغلال هذا الخطأ ويودع الكرة في شباك ريال مدريد. ردة فعل راموس تشرح كل شيء. ترجع الكرة إلى حارس المرمى فلم يقم بقياسها بشكل صحيح لتمر من فوق قدمه نحو الشباك هدفا بهذا الشكل. لنتابع معا في مباراة مانشستر سيتي والإنتر كيف تصدى لوكاكو لكرة زميله، فبعد رأسية مميزة كادت أن تدخل إلى الشباك ارتطمت الكرة بلوكاكو بهذا الشكل، ومرة أخرى تصل الكرة على رأس لوكاكو، فتابعوا كيف تصدىها الحارس وأنقذ فريق مانشستر سيتي من هذا الهدف. إن أعجبك هذا الفيديو من قناة هاي سبور الإخبارية فلا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هاي سبور.